السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الفقرة عزيزة عليكم، ولكن قبل اخوتي غادي نوصيكم انكم ديروا ليكوتور، يعني بلس 18. هذه الحلقه شاخده بلس 18، دونك اخوتي كنتمنى ديروا ليكوتور، ولا اللي حدا عائله يحيد من حدا العائله ديالو. فرجه ممتعه ونبداو باول فيديو ان شاء الله. محلل سيادي ماشي الحقيقه المطلقه صاحبي. اولا تتقيم هذا غيدير تقييم رئيس الحكومة. ها واش ضحكوا؟ اش دير مع هذا الرجل دابا؟ كي غدير انت كنت كاع تشرب المانوط؟ اسمع انا معاك غنتا تبل لك والله الا تبل لك تبل لك انت نيت تتحدث على رئيس الحكومة. تتحدث على رئيس الحكومة ما تمشيش اخوتي بعيد، راه حنا كاملين تنقيمو. فاش كيعطيك شي واحد مثلا تقيم واحد الفيلم، كي جاك واش 5/10 ولا الله يسمح لك، كاع هادوك اللي عندهم نيتهم ناقصة تبان لك نيتكم ناقصة. وليد المسيح كاتب واش انت داعية ولا كوميدي؟ انا اللي 1-0. انت قلبتي لي بقاش تسولوا في حال هاد الاسئله، وصيتكم في الحلقه اللي فاتت بقاوش تسولوا في حال هاد الاسئله. طلع في الطوموبيل، طلع قال لي بحال تقيل عليك داك الصاك، شرفتي ولا شنو؟ راه الزهر طلع ولا غتهزو نيت وتشوف الشيف علاش قاد. ما تمشيش بعيد اخوتي، راه الصاك بغا يقصد يهز مع الصاك وصافي. حرام عليك ديري داك الفيلم. مالو هذاك الصلاح من يدخل هو كيقتل في عباد الله؟ تخلعتي؟ مالو من تخلع؟ اما ديك الهيشه، ديك الهيشه كون هذاك الصلاح كون فرستنا كاملين، كون خرجت لينا. هاي 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 رجلي 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 رجلي. ياك ما داك الصلاح خرج من السينما وضربك رجليك. هيا نادي الصورة، خلينا نتابع الصورة. هنالك لمسة يد، هنالك لمسة يد، هل هي متعمدة أم لا؟ وين الكابتن جمال الشريف؟ تفاعل جماهير الكتالونيا. الخوت خبراء في كرة القدم، واش هذه لمسة يد ولا ماشي لمسة يد؟ يعني خصنا نرجعوا للفار باش نشوفوا واش لمسة يد ولا ماشي لمسة يد، ولكن نخليكم تجاوبونا في الكومنتيرات اخوتي واش لمست يد ولا ماشي لمست يد. انا حيت بنت ليا عادي غوز. انا ماشي بنت بوتين باش يكون عندي لي غوز، انا عندي بني فاتح مغربيه. وزرق زرق زرق. بلا ما قلتي انا عندي مغربيه، مغربيه كيفاش تيكون عندها؟ تبقاو جميل غوز لا كولور ديال فيمينا صحابه ديال الرجاله. عاونك اوا راي اوا جيبي جيبي لينا شي شريبه. هذيك البلوطه اللي كتكون في الغابات. مرحبا بكم الناس اللي بغات تجرب هذه المغامره هذه، مرحبا بكم عندنا في الجزيره هذه. الرياضه راه ممتعه وسهله، وكيف ما كنقولوا سيفت زعما كي مؤمنه يعني امنه والخوت راه مؤمنه. راه تدوم من كاشي انا كاشي شكون ده زعما امنا مزيان من داك الشيء وما حيقل على روسو ما عمرها شكون ده باش تعطيو الامانه. وي انا هو رجل رفد رفد وما تبقاش تقولوا شكون. ديروا المشوي عيطوا الحبيب يا قصيمه.
أب يقصف ابنه على المباشر وأمام الملأ. عنوان رائع. شوف الحظ يا حبيبي، ديك شوية عطا أب خلص.